بالعودة إلى محافظة ديالى وما يجري فيها وتحديدا حصار قرية المخيسة في محافظة ديالى، وأرحب بالسيد النائب رعد الدهلكي للحديث عن التفاصيل بشأن هذا الحصار. مرحبا بك أستاذ رعد الدهلكي. أهلا وسهلا بك كل المشاهدين الكرام، حياك الله. حياك الله سيادة النائب، يعني ماذا يجري في قرية المخيسة؟ لماذا هذا التوتر والاستهداف المباشر لها؟ سيد الكريم، بعد التحية والتقدير، أول مرة خلينا نبدأ المخيسة وين موجودة. المخيسة تقع على في منطقة ناحية العبارة اللي تابعة لقلاع بعقوبة، شمال موقعها شمال بعقوبة، توعد بعض الكلمة تابعة عن بعقوبة. هذه المنطقة ما بين مدينة وجزر. دائما ما نسمع أن المخيسة مطاوقة، المخيسة ممنوع عليها الغذاء، ممنوع عليها الماء، ممنوع عليها الخروج، ممنوع عليها الدخول. هذه المنطقة غنية بوضعها الاقتصادي لوجود المزارع الكبيرة فيها، الغنية بكل ثمارها. لذلك هناك توجه على يجب أن تهدف هذه المنطقة. في المرحلة الأشهر الماضية كان هناك استقرار أمني وهدوء، عاش مواطنيها لفترة من الزمن بأمان واستقرار، لكن مع الأسف قبل 10 إلى 15 يوم كان هناك استهداف لمواطنين هذه المدينة، وكان الاستهداف بالضبط في منطقة السيطرة الأمنية أو النقطة الأمنية التي تقوم بسير لتفتيش المواطنين. كان استهداف المواطنين واستشهاد 2، وبعدها بالتشييع الشهداء 2، فتح النار على المشيعين أيضا وأردوا 4 آخرين شهداء. بعدها لم يحاسب الجاني، لا مع الأسف لحد الآن هو يحاسب المجني عليه. تحاصر المنطقة، لا يوجد لديها مدخل أو مخرج لعبور الغذاء والمأكل والأدوية وحتى المحاصيل الزراعية التي فيها تمنع من خروجها إلى الخارج لبيعها وإحياء هذه المنطقة الاقتصادية. أنا أعتقد أن هذه المنطقة محسوبة تكون عليها أن تعاني، ومكتوب عليها أن لا توجد هناك حلول حقيقية. اليوم إذا كنا نتكلم على منطقة حدودية فأكيد تكون هناك خلايا نائمة لداعش والقاعدة والإرهاب. طيب وما ما دامت الميليشيات تحكم لكن مع الأسف الميليشيات ما دامت تحكم سيطرتها على مداخل ومخارج القرية وتمنع الأهالي من الخروج، كيف تسمح الحكومة والقوات الأمنية بهذا الخرق الأمني؟ يعني سيد الكريم، يعني في بعض الأوقات عندما نتكلم مع بعض الجهات الأمنية يعني حقيقة نسمع العجب أنه يتكلم ليش المواطن ما يجيش، ليش هو المواطن يقدر يحمي نفسه حتى يشتكي؟ زين هو إذا ما اشتكى معقولة من لاحق المجرم والقاتل إلا أن يشتكي المواطن؟ هل هكذا يفرض الأمن؟ سيد الكريم، هذه المنطقة يعني خارج نطاق الأمن في محافظة ديالى، تحكم من قبل جهات خارجية خارجة عن القانون بنفس أجنداتها. اليوم لدينا أمن في محافظة ديالى، نبحث الحق يعني ندافع حقها. اليوم لدينا مستوى أمني جيد في محافظة ديالى يصل إلى مستوى 85 إلى 90%، لكن هذه المنطقة الوحيدة المكتوب عليها يجب أن تعاني. لماذا هي تخرج عن السيطرة؟ لماذا محافظة ديالى تحديدا، قرية المخيسة وغيرها؟ هذه منطقة تسمى منطقة الوقف، وهذه محافظة ديالى يعلمون ما هي الوقف وما هي مستواها الاقتصادي الغني بالثمار والمزارع. لذلك يجب أن يكون أهلها خارجين خارج هذه المناطق، يجب أن تهجر لكي تؤخذ مزارعها وتستغل من قبل الجهات الخارجة من القانون أو الجهات التي تنفذ أجندات خارجية. هذه من جهة. من جهة ثانية أنه هذه المنطقة تقع على طريق مهم جدا، وهو الرابط ما بين بعقوبة وما بين المناطق الشمالية، فهناك تحركات بهذا الطريق يجب أن يسيطر عليه بالكامل من بعض الجهات، ويجب أن لا تكون هناك جهات تشهد هذه الحركات أو تشهد هذه النشاطات. أنا أعتقد أن هذه المنطقة يجب الوقوف معها. تكلمنا مع القادة الأمنيين، حقيقة القادة الأمنيين في محافظة ديالى اهتموا لهذا الأمر كثير خلال 24 ساعة الماضية. يوم غد أعتقد أن هناك اجتماع أمني بهذا الخصوص في محافظة ديالى، ونحن نتابع هذا الأمر عن كثب، لكن نحن لا نريد الحلول الترقيعية، لأن الحلول الترقيعية أنا تكلمت في البيان
الذين شردت انه المخيسه ان لم تكن هناك حل حقيقي واقعي لحالها فهي طريقها طريق البصره الى التظاهرات وسنشاهد بها فوران وغليات مجتمعي لا سامح الله. لذلك علينا وعد الفتنه وعلينا الوقوف امام هذه الاجراءات المكرسه ومنعها من تكبر في هذه المحافظه. استاذ رعد، القوات الحكوميه ما دامت هي عاجزه عن الدفاع عن المواطنين، يعني تعدد الرؤوس الى اين يمضي بالعراق؟ لماذا يرتهن مصير المواطنين بمزايدات سياسية؟ يعني مصير المواطنين العراقيين لماذا دائما هو مرتهن بمزايدات سياسية من وجهة نظرك؟ يعني كل هذه الأمور تحصل بسبب ما يجري في الواقع وفي المشهد السياسي. سيد الكريم، ليس فقط المشهد السياسي، لكن هناك غياب الدولة، غياب كبير وواضح للدولة. هناك حلول ترقيعية فقط، لا توجد مؤسسات دولة واضحة للمعالم. هناك دولة سلطة خيمت على العراق منذ 13 سنة، يظهرون للمسؤول شيء والحقيقة على واقع الأرض شيء آخر. المواطن هو المسؤول على أمنه، هو المسؤول على استقراره، هو المسؤول على خدماته، هو المسؤول على ماءه، هو المسؤول حتى على هوائه. لا توجد هناك دولة تقدم له هذه النشاطات. نحن أمام مشكلة كبيرة. لذلك عندما نذهب بإيجاد عملية سياسية ونعمل على تقوية عملية سياسية لمنهاج الدولة وليست لمنهاج الفرقة، نحن عازمين على أن يجب أن تكون هناك دولة مؤسسات تحمي الجميع، ويكفي اختجال الدولة بمسميات رئيس الوزراء أو الوزير المعني. يجب أن تكون هناك دولة حقيقية تذهب المواطن لحظة وهي قريبة على سكنه لكي تحقق الأمن. هذا الأمن اليوم مفقود ونعاني ما نعاني بالحفاظ عليه. شكرا جزيلا لك سيد النائب رعد الدهلكي على وجودك معنا في هذه النشرة.